الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الدرس إن شاء الله سنتعلم كيفية إضافة ظل للأني. طبعا الأمر لا يختلف كثيرا عن الأشجار، فقط يجب أن تنتبه ذلك أو تركز على التايم لاين. ماذا تعمل؟ قم بنسخ الأني كذلك، نجعله في الأسفل لاني شادو. ماذا تعمل؟ اخفي هذا، قم بقلب لاني بنفس القياس، او بامكانك اضافة ذلك لان الظل احيانا يأتي اكثر من الحجم الطبيعي. ماذا تعمل؟ قم كذلك بتلوين لاني باللون الاسود، اختر الصبغ وقم بتلوين لاني باللون الاسود. اللسان كذلك، وكذلك تبقى الحاجب هنا. هكذا. ماذا تعمل الآن؟ افتح لني الأساسي وقم بخفض الظل إلى هنا. هكذا. قم كذلك بعمل تخفيف لقوة الظل إلى 15%. الآن في الخط الأول سنقوم بتحريك الظل مع لاني على مسار التايم لاين، ولكن لا تقوم بتحريك ذلك عند كل فريم، بإمكانك اختصار الأمر لأنه سيستغرق فترة طويلة. اذهب للفريم 12 مثلا وارجعه هنا هكذا، ثم الفريم 24 هكذا، فريم هنا مثلا سنجعله عندما يقف لاني. اختصر ذلك عندما يقف لاني، نجعل الفريم هنا 72 كذلك هنا، ثبت فقط لأن لاني لم يتحرك. وفي الفريم 114 كذلك ثبت لأن لاني ما زال لم يتحرك، ثم بعد ذلك إلى الفريم 126 قم بخفض الظل هنا. هكذا الفريم 138 قم كذلك بخفض الظل هنا. الفريم 150 هكذا حتى نهاية المسار. الثاني 60 مثلا، ثابت ثابت، لم يحدث أي تشوه للظل حتى يقف لاني. الآن ماذا تعمل؟ قم بتشغيل العمل للتأكد هل الظل لم يحدث له تشوه يمشي مع لاني بنفس القياس. قم بتشغيل ذلك، ستجد بأن الظل ثابت مع لاني ولم يحدث له أي تشوه أو تأخر عن لاني. كذا قم بعمل رندر مثلا للتأكد هل الظل ظاهر. لاحظ بأن الظل لاني ظاهر فعلا، وجميع الظلال ظاهرة في الرندر. بهذا نكون قد حركنا لاني داخل مشروع وعملنا كذلك ظل للاني. في الدرس القادم إن شاء الله سنتعلم كيفية جعل السيارة تمر في هذا الشارع. أراكم في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.